حرب عالمية جديدة. إذا كنت تحمل هاتف هواوي أو هواوي فاستعد لأربع صفحات. أربع صفحات؟ نعم، أربع صفحات تلقتها هواوي. تأسست الشركة عام 1987 بدعم كبير من الحكومة الصينية، وتعني إنجاز صيني. وفجأة وجدت نفسها أمام حرب عالمية يقودها ترامب ويجر خلفه كبرى الشركات العالمية، وبدأت المعركة. الصفحة الأولى: أدرجت واشنطن هواوي على قائمتها التجارية السوداء بتهمة التجسس. الصفحة الثانية: وجهها العملاق جوجل وقرر حرمانها من تحديثات نظام أندرويد، يوتيوب، جيميل، جي سيرش وجوجل بلاي. وبعد ساعات وجهت كل من إنتل وكوالكوم وبرودكوم وتوشيبا الصفحة الثالثة لهواوي بإيقاف التعامل معها. أما الصفحة الرابعة فجاءت من اتحاد إس دي بعد منعه هواوي من تصنيع منتجات تتضمن فتحات بطاقات الذاكرة. هل هذا كل شيء؟ من المؤكد لا. الكارثة الكبرى كانت زرقاء بامتياز. شركة فيسبوك تمنع هواوي من تثبيت واتساب، إنستغرام وفيسبوك نفسه على الهواتف الجديدة. هواوي ترد على الهجوم الأمريكي. رفعت هواوي دعوى قضائية ضد الحظر، ومؤسس الشركة رين تشينغ في: نعترف بخسارتنا المالية، ولكن يمكننا الاستغناء عن الرقائق الأمريكية. أما عن أندرويد فقررنا إطلاق نظام تشغيل خاص بنا أسميناه هونغ مينغ. والسؤال: لماذا اندلعت هذه الحرب؟ شحنت هواوي 200 مليون هاتف عام 2018 بأرباح تخطت 100 مليار دولار. والأخطر من ذلك كله، أزاحت أبل لتحتل المركز الثاني بعد سامسونج. كيف حدث ذلك؟ وضعت هواوي نصب عينيها ثلاثة أهداف: نصنع هواتف بإصدارات مختلفة وبأسعار معقولة وتقنيات متطورة تحت شعار ليحمل كل شخص هاتفا ذكيا. وفي النهاية اندلعت الحرب ضدها، ولكل حرب ضحايا. فمن الضحية؟ المستخدم أم هواوي نفسها؟